بنتكلم النهارده عن موسم توريد القمح، مجهودات الدوله في توفير هذا المخزون الاستراتيجي، خاصه انه العمل لم يتوقف لحظه حتى خلال فتره اجازه عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. عندنا مشروعات زراعيه كتير جدا، ودي كانت من ضمن الخطوات الاستباقيه الحقيقه، زي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده، عندنا مشروعات الخير في توشكا وغرب المنيا والفرافره، وتفاصيل كتير جدا متعلقه بمخزون ومحصول القمح. خلونا نتكلم عن التفاصيل مع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه، بينضم لنا عبر زوم. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. دكتور محمد صباح الخير. يعني هنحاول نظبط الصوت ونرجع مرة تانية للدكتور محمد، لكن بكل تأكيد واحد من المشروعات المهمة جدا في مصر والاهتمام بالأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي بعيدا عن الوادي والدلتا. رجع لنا مرة تانية الدكتور محمد القرش، أهلا بحضرتك صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. وطبعا يمكن كان التحرك زي ما بنقول في ميعاده من الدوله المصريه، زياده الرقعه الزراعيه المزروعه بالقمح، واحنا بنتكلم عن ازمه غذاء عالميه، فالحمد لله احنا نجحنا ومصر بالتحرك المسبق وتوجيهات سياده الرئيس ان احنا يبقى عندنا الرقعه الزراعيه كبيره، او ان احنا استبقنا. الحقيقه ما حدش كان يعرف ايه الظروف اللي هيعدي فيها العالم كله، لكن عندنا الحمد لله زي ما بنقول كده محصول استراتيجي مهم جدا جدا عندنا، في يعني نجحنا ان احنا نبقى عندنا مخزون استراتيجي يكفينا لغايه اخر السنه. خلينا نتكلم الاول عن خطه الدوله لزياده الرقعه الزراعيه، كنا فين وصلنا فين في زراعه القمح؟ اتفضل. يعني الاول بسم الله اشكر حضرتك، والحقيقه احنا بنتكلم على جهود كبيره قامت بها الدوله المصريه، ويمكن الناس كانت دايما تسال احنا بنعمل شبكه طرق ليه؟ بنعمل محطات كهرباء ليه؟ بنعمل محطات تحليه ميه ليه؟ مش محتاجين الكلام ده. الحقيقه مع الوقت ومع الايام اللي بتمر ومع الازمات الدوليه اللي بتمر، بنلاقي ان الدوله المصريه كانت لها رؤيه ثاقبه في تنفيذ البنيه التحتيه الحقيقيه لتخدم كل قطاعات الدوله، ويمكن من اكبر المستفيدين من هذه القطاعات هو قطاع الزراعه. شبكه الطرق اللي عملت لنا اكثر من 2.2 مليون فدان جنب محور الضبعه اللي اتعمل جديد في منطقه الدلتا الجديده، ايضا عندنا 1.5 مليون فدان بجوار، جزء منهم كبير بجوار منطقه طريق الصوت الغربي الجديد في منطقه المنيا والعديد من المناطق الاخرى، كل ده برضه جه بسبب تنميه المحاور، وايضا محطات تحليه المياه ومحطات معالجه المياه وكمان محطات رفع المياه والبنيه التحتيه من الكهرباء، هي اللي ساعدتنا ان احنا نقدر نروح لمثل هذه المناطق. كمان ده من اهم المناطق اللي شهدت طفرات كبيره زي منطقه توشكا نتيجه مدى خطوه الدوله المصريه من استثمارات في البنيه التحتيه، كل ده كان له عوائد كبيره جدا واضحه على كل قطاعات الزراعه وعلى المساحه المزارعه في مصر بالكامل. ويمكن لو بنتكلم على محصول القمح هنلاقي ان احنا كنا قبل 2014 بنزرع ما بيكملش 3 مليون فدان، النهارده احنا متجاوزين ال 3.6 مليون فدان، مقربين من ال 3.7 مليون فدان. بس يا دكتور كمان يعني بخلاف زياده ومضاعفه الكميه المنزرعه من محصول القمح، هذا المحصول الاستراتيجي بالنسبه للمصريين بكل تاكيد، لكن كمان طريقه التخزين كان عندنا تالف او فائض كميات كبيره ومهدره، ودلوقتي بعد ما تم تطوير مشروع الصوامع بقى الفرق قد ايه؟ يعني خلي المشاهد برضو يبقى معانا في الصوره، المشروع المهم ده مشروع الصوامع لتخزين القمح، فرق قد ايه في تقليل الفائد او التالف من مخزون القمح؟ يعني خليني اقول لحضرتك بعض الارقام اللي كانت موجوده. احنا كانت قوتنا التخزينيه بالكامل في محصول القمح كانت 1.5 مليون طن قبل 2014. النهارده احنا بنتكلم ان احنا عندنا طاقه تخزينيه زادت وصلت لحوالي 5 أو يمكن 6 كمان مليون طن من الاقماح نقدر نخزنها، ده بفضل الصوامع اللي تم انشائها. كمان الحاجه المهمه برضو ان كان نسبه الفاقد داخل هذه الصوامع كان بيصل من 15 واحيانا الى 20% نسبه هدر، يعني انا اخزن المليون طن يضيع منهم مقربين على 200 طن منهم بيروحوا 200 الف طن منهم بيروحوا هدر. هدر بقى في اشكال مختلفه ما بين سوء التخزين ما بين التعرض للتلف نتيجه القوارض او نتيجه الظروف الجويه المختلفه، كل ده كان هدر بيمثل تهديد كبير لتحقيق الامن الغذائي. النهارده احنا بنتكلم في
5 او 6 مليون طن بيتم تخزينهم، مش بس ان هي بيتم عمليه التخزين ان هو بيخزن اقماح، انما كمان دي بتضمن جوده في عمليه التخزين، التزام بالمعايير القياسيه والمواصفات القياسيه الخاصه بعمليه التخزين وعمليه المتابعه الاوتوماتيكيه، تقليل الهدر بنسبه كبيره جدا. كل ده بيزود من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وفرص تحقيق مخزون استراتيجي، وده كمان بينعكس ايجابيا مع ما كنا بنتحدث عنه من قبل، ان احنا عندنا زياده في المساحه المنزرعه. طب نخزنها فين؟ ما احنا محتاجين مساحات نخزن فيها. عندنا ايضا زياده في طب خلينا نرجع مع حضرتك للمساحات المنزرعه. وحضرتك قلت في نرجع مع حضرتك للمساحات المنزرعه، حضرتك قلت من الاماكن اللي شهدت زياده كبيره في المساحه المنزرعه كانت توشكا. عايزين نتكلم احنا كنا فين في توشكا، كنا زارعين قد ايه، دلوقتي وصلنا لغايه قد ايه، ومع بدايه موسم الحصاد يعني خلينا ننتقل او ننقل لنا المشهد من هناك. يعني الحقيقه منطقه توشكا من المناطق الواعده جدا، يمكن كان فيها تحديد او تهديد كبير بيواجه هذه المنطقه، وعدم وجود يعني نيه او عدم وجود قدره على صرف على تنفيذ بنيه تحتيه حقيقيه لخدمه اهل المنطقه ولخدمه هذه المنطقه. النهارده الدوله المصريه ضخت استثمارات بمليارات في هذه المنطقه، قدرت ان هي تعمل عمليه نقله نوعيه في الخدمات المقدمه لاهل هذه المنطقه، توفير المياه، توفير الكهرباء، توفير الطرق اللي هتنقل ما بعد الحصاد. احنا زارعين هذا العام في توشكا 220 الف فدان، دول ان شاء الله نتوقع يجيبوا لنا حوالي 550 الف طن من القمح من منطقه توشكا. طيب دي اضافه كبيره بتضاف الى قطاع الزراعه في ملف القمح تحديدا، انما كمان احنا بنستهدف ان شاء الله مع المراحل المقبله ان احنا نتجاوز ال 500 الف فدان من المساحات المنزرعه داخل منطقه توشكا، ده تضاف لمناطق الضبعه ومناطق الدلتا الجديده اللي هتخلينا نقدر نزرع اكثر من مليون فدان مقدم. طيب عشان نوصل لتحقيق هذا المستهدف، خاصه انه في العديد من التحديات زي تحدي المياه، زي تحدي تغير المناخ وغيرها من التحديات اللي بتواجه الزراعه او ملف الزراعه بالكامل، ازاي بيتم التعامل معاها؟ الخطه الموضوعه، الرؤيه للتعامل مع هذه الامور زي تغير المناخ؟ يمكن القمح اظن بيبقى له معايير معينه لزراعته، في انواع تربه معينه، كميات ميه معينه وخلاف. طبعا احنا عندنا تحدي كبير بيواجهنا هو فكره الميه، توفير الميه اللي هنقدر نستخدمها في عمليه الزراعه، وده امر في غايه الخطوره، والدوله المصريه تعي هذا الامر بشكل كبير جدا. وشفنا الدوله المصريه بتنشئ العديد من محطات معالجه الميه، يمكن عندنا اكبر محطه على مستوى العالم في معالجه المياه، وايضا في اخرى محطه اخرى بيتم انشائها في منطقه الحمام. فاحنا عندنا دلوقتي اهتمام كبير جدا بمعالجه المياه، يمكن منطقه الحمام بتوفر لنا حوالي 6 مليون متر مكعب ميه بيتم العمل على انشائها حاليا، ودي بتخلينا نقدر نعيد استخدام المياه مره واثنين وثلاثه، لان الزراعه بالنسبه لنا حياه. الزراعه بالنسبه للدوله المصريه ليست اقتصاد وليست تنميه مجتمعيه وليست تنميه بيئيه فقط، ولكن احنا بنتكلم على تنميه شامله متكامله تحقق الامن الغذائي للمواطن المصري والامن القومي المصري. فيها صلب الامن القومي المصري، يمكن في تاريخنا كله كنا دايما بنقول الارض عرض، فده الحقيقه تراث كبير داخل الدوله المصريه. ففكره معالجه الميه، فكره انشاء اصناف جديده او استنباط اصناف جديده من الاقماح او من المحاصيل المختلفه تقدر تتحمل ظروف الجوية المختلفه، تبقى قصيره العمر، تبقى تقدر تدي انتاج اكبر، وتقدر تقاوم كم اكبر من الافات، كل ده بيخلينا نقدر ننتج. طب اخر حاجه يا دكتور بشكل سريع، هل فعلا هذا الموسم او موسم الحصاد ده يعتبر هو الموسم الاكبر في تاريخ مصر؟ طبعا ان شاء الله احنا متوقع ان احنا نحصد اكثر من 10 مليون طن يا استاذ اسماء، وعلى الاقل نسبه التوريد فيها ان شاء الله توصل ل 5 مليون طن، وده يدينا فرصه كبيره ان احنا نحقق طفره حقيقيه، ودي تبقى لاول مره يكون عندنا كل هذا الكم من المخزون، وكل هذا الكم من عمليه التوريد، وكل هذا الكم ايضا من عمليه الحصاد، نتيجه ما قامت به الدوله المصريه من جهود بدات من 2014 ومستمره حتى الان. هذا المخزون يكفي لمده كام شهر؟ يعني ان شاء الله لو وصلنا للارقام اللي احنا بنتكلم فيها وفقا للبيانات اللي بتصدر من وزاره التموين، فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا ان شاء الله بهذا المخزون يكون عندنا لنهايه السنه، ويمكن كمان بدايه السنه القادمه عندنا ما يكفي احتياجات المواطن المصري. كل شكر. اضافه لان احنا كمان مأمنين مصادر اخرى لتوفير الاقماح للاستيراد، وده تنوع كبير بتحدث في الدوله المصريه، ويعني قدره كبيره على تلبيه احتياجات المواطن. بالتاكيد الدوله المصريه الحقيقه اثبتت نجاح كبير جدا في هذا الملف على وجه الخصوص. كل الشكر للدكتور محمد الكرش المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه.